ولا الردي ماني بحس بحسابه من شافكم تبرى جروح المصاويب والذيب يطرب لو لقاله ذيابه اقولها ترحيب تلجاه ترحيب للي حضرنا اليوم يا مرحبا بابا واللي حضر لو قاف جمله ترحيب والشكر للجمهور حضور وغيابه والما حضر مرسول منا تواجيب تبقوا اهلنا دوم عز وصحابه. عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم، ونحن في مديرية أوقاف طولكرم ننظم في هذا اليوم هذه الفعالية وهذا النشاط، حيث نكرم أكثر من 50 مسن بالتعاون مع جمعية عنبتة الخيرية وجمعية الكوثر وجمعية بيت الأجداد في دير الغصون، حيث سيتم تقديم هدية رمزية عبارة عن سجادة ومسبحة وكذلك تناول طعام الغداء، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية فنية وفقرة أيضا وعضية لأخي فضيلة الشيخ أبو الأرقم. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. تقدم بالشكر الجزير إلى مدير الأوقاف وأسرة مديرية الأوقاف على هذه الضيافة وعلى هذا الدعم النفسي والمعنوي، وهذه لفتة كريمة من وزارة الأوقاف للدعم لهذه الشريحة من مجتمعنا، لأنهم بحاجة ماسة للدعم النفسي والمعنوي، والمسن هم بحاجة ماسة برضو لترفيه لتخرجهم من العزلة اللي هم عايشين فيها.